وكنا نحظى دائما من مجالس الشيخ زايد، وكنا نستمع إلى كثير من الإرشادات والتوجيهات اللي يعطيها الشيخ زايد، سواء كان للوزراء اللي يكونوا حاضرين، المسؤولين، الوفود الرسمي لتأثير الدولة. كانت بالنسبة لنا احنا يعني مدرسة، لما نجلس في هذه المدرسة نتعلم من مدرسة الشيخ زايد، نتعلم الحديث الجيد، نتعلم الخلق، نتعلم السنع، نتعلم الأدب، نتعلم احترام ثقافات الآخرين، نتعلم احترام الكبير، التقدير. كل هذه القضايا مدرسة جامعة في مجالس الشيخ زايد الله يرحمه. إقليميا هناك كان كثير من الأطماع على المنطقة، على الخليج العربي وعلى دول، وخاصة دولة ناشئة الآن. فالشيخ زايد تعامل بحكمة وحنكة سياسية، لو ما هذه الحكمة كذلك لما قام الاتحاد. فنحن تعلمنا من حكمة الشيخ زايد حتى في إدارة أمورنا الذاتية، في أعمالنا، سواء كان أعمالنا على المستوى الرسمي أو على المستوى الاقتصادي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الثقافي. فالشيخ زايد يملك من المهارة والحكمة اللي أنعم فيها على جلاسة وعلى مواطني وعلى أبنائه أن يتعلموا منها هذه الحكمة في إدارة شؤونهم الذاتية. طلعنا مع ضمن الوزراء، رحنا إلى الشيخ زايد في لقاء السلام عليه في الوثبة، في قصر الوثبة، فسلمنا عليه. فأقول له أنا يا طويل العمر، كل واحد يعرف نفسه على الشيخ زايد لما سلم، أقول له طبعا لك أنا الدكتور سليمان جاسم. قال لي أعرفك، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. طيب، وهذه أسعدتني كثير جداً.